ايه؟ موضوع خاص الحقيقة، يعني عشان كده كنت عايز أتكلم معاكي فيه. كويس، ما في سيادتك يبقى بقيت كويس. ممكن ندخل جوه؟ على فكرة محدش هيسمعك لو اتكلمت بصوت واطي طبعا. نور، مش ناقص تهريج، الموضوع فيه جد. في ايه؟ هو أنا اتكلمت مع، طب ممكن نخش جوه؟ في ايه شريف؟ خضتني. جالنا امر بالتعامل. امنوها وجهزوا على اشاره التحرك. علي على الباب. أمني يا فتحي، أمني يا فتحي. اللاجئ السياسي اللي كان ساكن في الفيلا اللي جنبك. انا مش فاهمه حاجه. اتفضلي معايا وانا فاهمك كل حاجه. في خليه ارهابيه كانت بتستهدف اللاجئ ده، وكان مطلوب منا نامن الفيلا من جميع الاتجاهات. طبعا التامين ده كان لازم يتم بشكل سري، فعلشان ما نلفتش الانظار تم وضع مراكز حراسه مموهه
حوالين الفيلا من كل ناحيه، زي الكشك ده مثلا، الفكهاني، كل دول كان فيهم افراد مسلحين. نقطه الضعف الوحيده اللي كانت موجوده هي السور اللي بين الفيلا والقصر بتاعك، ومن هنا كان قرار وضع قوه دايمه داخل القصر تكون مهمتها المعلنه حمايتك، لكن مهمتها الفعليه تامين السور. يعني القوه دي ما كانتش بتحميني انا؟ انت ما فيش عليكي خوف من اي حاجه؟ طب عمي؟ لا، دي كانت كلها قصه مختلقه علشان نبرر بيها وجود قوه داخل القصر. الحقيقه الراجل كان متفاهم ومتعاون معانا قوي، ولما طلبنا منه يكلمك الراجل ما تاخرش ابدا. يعني كل ده كان كذب؟ ده مش كذب، دي اسمها دواعي امنيه. بالمناسبه ده جواب شكر من الاداره على حسن تعاونك معانا. اي اوامر تانية سيادتك؟ افندم؟ انا اسفة، اضطر امشي. اتفضلي. نور. نور، على فكرة انا ما كنتش عارف اي حاجة عن الكلام اللي قالولك ست اللواء. انا فعلا كنت بحبيك انتي. هو في ضابط مش هيبقى عارف تفاصيل مهمته؟ نور افهميني، انا كان زي زيك بالظبط، مش كل حاجة هنا احنا بنعرفها. في حاجة اسمها ترتيبات أمنية، احنا براها خالص. يعني كانوا بيلعبوا بيك؟ بيلعب مش كده بالظبط، ده شغل. يعني كنتوا كلكم بتلعبوا بيا؟ نور ما تسخفيش الموضوع. الموضوع سخيف من أول يا حضرة الظابط، ويا ريت تحاول تفتكر إني مش أنا اللي كتبت عليك. نور والله العظيم ما كنت أعرف. الموضوع خلص خلاص، وجواب الشكر ده بيتهيألي إنك أحق بيه مني. نور، احنا كان في بينا، انت متأكد ان اللي بينا كان بجد ولا ضمن الخطة برضو؟ يعني ايه طلب النقل ده؟ يا فندم كده افضل بالنسبه لي يا فندم. اللي انت فيه ده مش كويس يا شريف، احنا كان عندنا عمليه واتنفذت زي ما ترتب لها، لكن المفروض يكون دافع عليك في شغلك مش يخليك تطلب نقلك. سيادتك انا ما عنديش استعداد اني اكمل في الحراسات يا فندم. شريف، انا ملاحظ انك بتتكلم في الموضوع ده من بره بدلتك العسكريه، وده مش كويس بالنسبه لضابط شرطه. اللي انا شايفه دلوقتي انك ترجع تقف في مكتبك وتراجع الموضوع ده في دماغك بمنتهى الهدوء، وانا واثق انك هتنهيه كما ينبغي. تمام سيادتك يا فندم. Thank you.
بعد إذنك، عندي ميعاد. أنا بقالي أسبوع بحاول أقابلك. وأنا بقالي تقريباً أسبوع ما خرجتش. ليه؟ حصل إيه عشان كل ده؟ كنت بفكر في حاجات كتيرة، أظن من حقي. أنا كمان كنت بفكر في حاجات كتيرة. زي إيه؟ زي فكرة الحراسة وإنك بقيت فجأة شخص مهم؟ ولا فكرة إنك تكتشف إنك مجرد لعبة؟ نور، أنا كل اللي كنت أعرف إني كنت هنا عشان تأمينك وحمايتك وبس. صدقيني. طب ليه ما تفكريش فيها بالعكس؟ ربنا عمل كل ده عشان نتقابل. وانا ما اعتقدش ان ربنا بيرضى بالكذب. رايحه فين؟ مش قلتي عندك ميعاد؟ كنت بكذب عليك نور. انا بحبك.